مساء الخير. دقيقة صمت وقفها رئيس الحكومة في مدينة سور عن أرواح شهداء الجنوب كانت علامة في زمن الامتحانات الرسمية، وألحقها بموقف على وزن هذه الأرواح عندما قال: المقاومة تقوم بواجبها والحكومة تقوم بواجبها، وهدفنا أن نحمي البلد. وأضفت زيارة ميقات إلى الجنوب وتفقده مراكز الامتحانات أجواء تجابه حالة الخوف المعممة، والتي استكملت بتهديد وصل إلى القرى الأمنية جنوبا. وضع ميقات هذا التهديد ضمن مشاغبات طالب كسول، لكنه أخذه في عين الاعتبار مرددا أثناء العبور إلى الجنوب: إذا صحت شائعات التهديد بتكون طلعت فيي وبتوقف الحرب. والهدهد الرسمي جال وتفقد واستطلع جيشا وشعبا وطلابا، حي المقاومة وعاد سالما لاستكمال الامتحانات المحلية في بيروت، بعدما رافقه الرئيس نبيه بري هاتفيا ذهابا وإيابا تخوفا من السقوط في امتحان أمني مفاجئ. وفي الأسئلة المسربة عن هذه الامتحانات أن أطرافا عدة تعمل على تهدئة لن يمانعها حزب الله إذا ما ترافقت وأعلن إسرائيل الدخول في مرحلة ثالثة ووقف القتال، لكن الحزب يبحث بدوره عن مخارج لهذه الصيغة مع حركة حماس، فيما ينسق لبنان الرسمي مع كل من الموفد الأمريكي أموس أوكستين والدولة الألمانية التي تجنح نحو تبني اقتراحات الحلول الدبلوماسية. كما تحركت مصر على خطوط التهدئة، وأعلن رئيسها عبد الفتاح السيسي مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة لدائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع. وهذا التحذير الذي يتعلق بجبهة الشمال الإسرائيلي تحديدا تزامن وأعلانا كان مكتوما من الجامعة العربية منذ القمة العربية في السعودية والتي تلتها قمة البحرين، لكن الأمين العام المساعد حسام زكي كشف اليوم عن هذه المفاجأة عندما قال إن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية. وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، ما أدى إلى قطع التواصل معه، لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، ما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب. الجامعة العربية عفت عما مضى وبقرار نسق سابقا مع قمة السعودية، غير أن الحاضر الأمني دفع بالمملكة اليوم إلى تفعيل إنذار سابق لرعاياها في لبنان. فأكدت سفارتها في بيروت أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في جنوب لبنان، وتؤكد دعوتها السابقة للمواطنين السعوديين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر، وتحث مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري. ولن يسري هذا القرار على السفير السعودي وليد البخاري الذي يستجمع القوى مع سفراء الخماسية بعدما انتهت مهلة حزيران. ووفق معلومات الجديد فإن الخماسية ستلتقي وفد التيار الوطني الذي أعد لائحة من 3 أسماء رئاسية سيرفعها أولا إلى الرئيس نبيه بري، وهو حراك يعقب زيارة الموفد البابوي الكاردينال بيترو بارولين الذي غادر بيروت مصحوبا بعتب على أداء الصف الماروني محددا الثغرات ومكامن الخلل. أما الخلاف الكنسي مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فقد دخل على خطه اليوم الراعي السياسي فريد هيكل الخازن، فاستخدم المزايا الممنوحة لآل الخازن كونهم حراس بكركي من جهة، والعلاقة المفتوحة على خطين مع الثنائي الشيعي من جهة أخرى. ورد الوسيط الإرهاب إلى سوء التفسير على أن يغفر الله هذا التوصيف في صلوات الكنائس غدا عن نية لبنان وأهل الجنوب، لتبقى بكركي مجد لبنان، ولبنان مجده بقوته وصمود أهله.